ربنا، اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترمايه علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترمايه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي، وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترمايه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم، هو ابوك مش هيبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل في ابنه كده؟ اسمع مني، ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك محفل. الله صالح يا عم، بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده، اوه الحق 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 البطل ده. يا تفيق بتمسك نفسك، مش كده هتفضحنا. يا ابني عليا، مش مركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت اه، بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفا تعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ تعالى نشوف البتاعة دي. ايه ده، انت ذكي قوي ده صالح، برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده، قرب اذن نفسك كده. طب اقول لك اقف على دي، بص صالح انت ازاي ذكي كده، انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي معلش، صحيح روح كده. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش رقيب المنظر ده، وكل مرة أقول له عيب، يعني اتجوزوا يا أخي، اتجوزوا باللي أنتوا عاملينه في خلق الله، ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح، بس بالهداوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم جداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، انت عارف يا صالح انا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل ايه؟ احنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص. امسك فك فك. يا عم انا ابويا لو عارف ان انا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى ابوك، ابوك مسافر، فكنا بقى امسك. انت متاكد انه خفيف طيب؟ جدا، ملوخيه، انت طلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها؟ انا هقدم على الخرد ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ نشف شويه بس. استاذنك ممكن تطفى تجيب كوبايه ميه من الثلاجه الاوراق دي بعد اذنك؟ ميه؟ ما اجيب لك غدا يا اخويا احسن. بعدين يا صالح، يا صالح انا اتكلمت في طاقه. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ ولي يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ معلش اصل انا البنطلون مبلول وانا ما بنشر بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حراك ميه معايا هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكمل. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي، اقوم حضرتك عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره بتسالني السؤال ده. معلش اسفين، امر عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقول لي اسم محل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي، بعتزي بالاسم ده. بس يا عم، بس يا عم، حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن الام. حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه
اه انتوا شايفين حاجه انت وهو يا فندم؟ اعملوا اهو وصلوا يلا بسرعه وصل الاوتوبيس وصل يلا الاوتوبيس طبعا استنى الاوتوبيس اتصل الاوتوبيس ايه انت رايح القلعه بسرعه في تلميذه لابسه اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعتنا اقف كده عندها يا عم عادل اوعى في ايه؟ طيب في ايه؟ بس هاتوا طلع اللي في جيبك يا انت قد المسؤوليه دي؟ احنا معانا اولادناك مهمين بس يا بنت العسيله خد بالك السيجاره في رقبتها والفلوس حبايبي معاكم عم جميل انا مش محتاج منكم اكتر من التليفونات وات ار يو سينج ايه ده؟ ادعي بقى ان واحد يسرق اتوبيس لغات جود ايفنينج ايفري ون فودز فونز مانيز لا انا مش مرتاح انا مش عارف اسرق كده ومش مرتاح نبقى كابتن الله يخليك مش عايز تبات على الارض ها احترموا المكان ها شباك مرلوله جبات مرلوله ممكن شوكولاته يا عم زيرو شوكولاته وعم زيرو انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد قوم يا ابن انت طامن النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله روحوا ذاكر لكم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه يلا انت قوم من هنا استنى يا ابن انت ده ابن سايب باطو صح اقعد انا شايف فيك مشروع شابه حاضر اقعد العب وببلاش كمان حاضر جبات مرلوله جبات مرلوله زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي الله يخرب بيتك انت مش قايل لك ورق شويه وخف هتروح فيها لوحدك واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس لا اصحى فوق جرب هتفيحني ولا ايه كده وريني كده برشام انت مش قايل انك بطلت برشام بطلت تعاطي لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده حلو قوي وايه اللي حلو قوي هتدينا في ده الله يخرب بيتك بقول لك ايه خف رجلي شويه وعامل زمانه جاي ولو جه هيتجنن علينا يلا يابا انت هو من هنا يا ابني يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده يلا يابا سلم لي على سايب باطو ها قول له يغسل باطه حاضر يا سلام ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي اسمها ايه اللي الصفه دي شركه الكهرباء وانا اقول فولتها لي عالي ايه يا جماعه طبعا فول طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه انتوا قافلين بدري ليه على فكره احنا كده بنخسر ينفع الكلام ده ينفع تعالى بقى اقعد جنبينا ما بنخسرش ولا حاجه بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه ايه الاهمال ده اوعى اوعى احنا عملنا كام النهارده 70 جنيه اهو بنخسر ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح اهدى اهدى بس امسك امسك استضح ما تبقاش كلام فارغ بقى يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها ايه ده عمور ايه ده فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله اه زي ال 50000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي ده يا عموره ايه بقى كده فلوسي وفلوسك هنصب عليك انا ولا ايه صالح مش فكره كده يا صالح انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس طب اعمل ايه مش بجرب يمكن حاجه تلفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك فكك بقى من حواراتك دي خلينا نلعب ماتشين على رواقه حواراتي انا برضه اقول لك العب ادي الدرع لعمك عمرو ادخل يلعب يلا يا حماد العب بس يلا تعالى هتلعب عم زيرو حبيب قلبي ايه انبسطت اوعى تقول لي الدرع كانت معلقه صباح الفل يا صباحك ابيض الا الماتش خلص كاف كام بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله ايه ده ما تركزش هو ده بجد اللي حصل ده بجد ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه كانوا بيلعبوا ماتش وانا ساز جلا ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي صباح صباح الفل ايه اللي وصلنا المرحله دي بس افرد مرديش ايوه افرد وافرد على فكره انا مسميني حكايات لو اشتغلنا في القصه دي انا هقعد 3 ايام هنا ايه رايك صح يلا بينا ايه ده الراجل فين الحق الماتش اه مش هنا تعال ورا يلا يا عيال تعالوا طلعوا العربيه
ده لو غلمظك اتمنى لا انت لا انت ما تلمس العربيه بايدك عشان ما تتعديش من جربك. طب والنبي يا اسطى اذن لها العربيه دي بسرعه يا اسطى. ايه شغل الافلام الامريكاني ده يا اسطى؟ يا اسطى العربيه اللي ماشيه هناك دي يا اسطى فيها اخر 3 تذاكر يا اسطى لحفله هيفاء وهبي يا اسطى. قول والمصحف يا اسطى. والمصحف يا اسطى. طب يلا بينا يا اسطى. يلا بينا يا اسطى. لا اقول لي يا بورد هو انت مش عاجل قوي ليه كده؟ جات لي مكالمه من عبد الباري بيه. الراجل شكله بيخلص بيموت ما تعرفش. مكالمه غريبه قوي. ايه اللي انت عامله ده؟ اقعد كويس. حاضر. تعرف كارو؟ ايوه. ما قلتليش بقى مين عبد الباري بيه ده اساسا؟ عبد الباري بيه ده الراجل اللي كنت شغال معاه قبل ما اعرفك انت وامك النكديه كل قرب. اشتغلت معاه في تسلي. بس رجلك يا اخي انت مالك انت؟ اتحط ساكت. وبيجري منكم كده ليه؟ تاري منكم حاجه ده؟ تحاول ما يعلم بيه الا ربنا. هو ده ايه ده؟ 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 بس خلاص انا مسامح. انا خلاص مسامح. يلا يا عم اتكل على الله. اتكل على الله انا مسامح يا عم في الخبطه اللي انت خبطتني دي. يلا. وانا مش مسامح. ليه مش مسامح ان شاء الله؟ انت خبطتني من ورا يا اخي. الكوسه مقوره. خلاص ما اعتذرت لك وقلت لك الكوسه مقوره. اه الكوسه مقوره. والله حرام انا اتكل على الله. الكوسه مقوره. يا سماح الكارت بتاعنا اهو لو حبيت تبيع التذاكر. تذاكر ايه؟ انا مش هبيع تذاكر. انا بس يا بس يا انت يا انا خلاص يلا ركب يا ترابيز. يا كابتن امال خالي. يلا يا خالي. يا خير الله العظيم يا رب. تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. ما خلاص يا ابني ما تعيطش بقى. ايه يمك اتكتب عليها تعيش مذلوله؟ امسك يا ابني المذلوله انت وهو. ثلاث تذاكر اهم واحنا ثلاثه. تذكرتين تذكره. عداني العيد. ايه ده؟ انت جبت التذاكر منه ازاي؟ بالتموين المغناطيسي. بس ده ما نامش. بس اداني التذاكر. وبعدين انت ليك اكل ولا بحلاق؟ الله يا ابني الجنيه. هو انت حرامي ولا سواق تاكسي؟ انا حرامي بس في اوقات الفراغ. انما التاكسي ده واجهه اجتماعيه. اركبهم يلا هوصلكم. فين يا عم؟ ما انا بجمع اهو. فين؟ ما ايوه بس خلاص. وقف 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 يا اخي. يا اخي في ايه بقى لنا ساعتين بنلف بتاع حمار مش عارف الطريق؟ حمار ايه؟ وانا قاعد السكه اتكللتوا مش عارفين ساكنين فين؟ من حاره لشارع لنقره لضحضيره. الله يخرب بيوتكم ظلمته العفشه. الله يخليك يا اسطى. نتقابل في الحفله بقى. اه هقي ومقي وشغاليل وننبسط. فيو تعالوا معاكم ازايزكم بقى. ازايز؟ اه احنا عندنا ازايز كتير في الثلاجه. عينك هات التليفون. مالك يا ابني مقير ليه ولا هنشيله منك؟ دوله مش معاه الا هو. دوله هو. انا معاه واحد تاني. هات ياد التليفون هخزن لك النمره. دوله دخلت عليكم ياد انت وهو. معلش بقى الطبع يغلى. مت وتترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه هي حضرتك؟ لا خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط. اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ بس يا طنط كتر خيرك. تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس ندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود. انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه ام صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا عصب. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح. ايه ده؟ صلي على النبي يا صالح. صلي على النبي. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي. بس عايز ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله.
روح ارمي اهو ارميها بالزباله اهو اهو. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش خش على الاوضه. اجري على الاوضه اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحه ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحه دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم مضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسرق بنك؟ لا 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 انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه ده سوقي ده اسمها استلاف. عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش يا سيدي تاني ما في حياتك. ما في حياتك يا زقرو. وده مين ده كمان؟ ده مطاوع. مطاوع هات لي قهوه. حاضر. هو في كده هنا؟ ايه معاك مش كده؟ في خدمتك يا فندم. معاك ايه؟ قهوه يا فندم. قهوه. ما شاء الله ما شاء الله. مش خلاص انا خلاص ولا ايه؟ حال لحيتي تدفني بسرعه طبعا. انت ارمله محترفه. شش. اللي جابك؟ انت ناسي ان الله يرحمه هو اللي مربيني وفي مقام بابا. بابا كان نفسي افتكر معاك الذكريات الجميله بس للاسف عندي ناس مهمين جايين عشان يعزوني. لا بص ايه الفكره؟ هاتي رقمك بقى عشان ابعتها لك على الواتس. أنا عارف كل حاجة. عارف؟ عارف إيه؟ هقدم بلاغ للنيابة يشرح الجثة نشوف الراجل ده مات إزاي. ده كان زي الفل اتخطف. أنت بتلمح لإيه جميل؟ هو أنت خبت لما كبرت ولا إيه؟ خبت لما سبت الحاج يتجوزك. أمي هتحبك قوي. ملفات عبد الباري لو اتفتحت ده أول واحد هيروح في رجلين. تقصد إيه؟ قصدي خلي الراجل مرتاح بدل ما نتعب كلنا. بتحب البوس؟ ده حب أكيد. شرفت يا جميل بيه. معلوم هتروح فين الشمس من على قفا الفلاح؟ هنتقابل هنتقابل. ما نجيلكش في حاجة وحشة. تعيش وتفتكري. سوري. ايه؟ مين يا؟ البت دي. طب تعالى انا اجيب لك حقك. معايا جوه. تعالى بس بره.
ضربتك ازاي؟ مدام في خبر مش كويس. خزيزي المرحوم فاضية. ماشي يا سيزت، ما وريتك. اما انا اكلت حتة قلم يا بورس، البت ايديها ملبة. ايه ده؟ حاجة راحت فين؟ انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك تعديه هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زائر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعد عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعد عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيت عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. يقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى اقعد ساكت. ايه بس في ايه صالح؟ انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله وعمر ما لكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته وشكلها كده يعني في خطه حلوه. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تبقش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعملوا ايه في الميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطري استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه طاقه يعني ادافع عنك اقول ايه؟ ايه القرار اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايه بس؟ خلصت مش شفت. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر رجلك دي. اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكة ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبلة وشنطة كبيرة عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطة ده عليا. تعجبنا ده زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا فيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومن شايكو مثلا؟ انا يعني مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استاذ ضرب كذا من قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لحس دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلي زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس على التاني. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نقضي سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح مجرد اقتراح. ولا
عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربياتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامي جمال الفنانه سامي جمال. انت يا ابني سامي يا جمال يا ابن الرقاصه. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعه؟ ابويا ابويا واحد طول عمره بيحب سامي جمال، يعني اتجوز على امك يعني مرات ابوه سامي جمال الرقاصه. يا جماعه ابويا معجب بسامي جمال، يعني بيك فان، بيك فان لسامي جمال، فاشترى العربيه بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربيه دي بتمشي ولا لا بترقص؟ لا يا حبيبي، العربية بتمشي وأبويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاتنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لأنها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوك؟ ليه علبت العربية ازاي؟ وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ هي دي هوايه بقى عشان يتصلح. خف ايدك، خف ايدك شويه. شوف صاحبك يا نجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هوايه ب 20 جنيه، ركز بس معايا انت، ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره واضح نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي امك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه، ابويا لا. ايه ده؟ صالح وانت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتهى يا عمر، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكتين الكونتات. خف ايدك يا حيوان. بيكسر التابلوه يا حبيبي، دي حاجه بامير، تتلفي بامير. ركز معايا، انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر صوت البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقين. صح. قول للغبي ده بالراحه بالراحه. دارت يا سيح راحة بالراحة. بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متأكد؟ ايوة طبعا متأكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربية. ها احنا مش هتأخر، مش هتأخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير، فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. جد؟ اه والله. هنشوف. خش خش. معلم بدير اصطبحتك لبن، ايه يا راجل ما بتسألش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي. برضه؟ والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش. معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا واد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيمو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكسي على امك؟ خلاص يا واد، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا 2 طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم ياد اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم الحاجات دي. ايه ده يا ناد؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكبقى. مين حضرتك؟ اعرفكم بنفسي، انا جميل. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، فعلا زي القمر. الحمد لله خلقت ربنا. ده الراجل اللي اشترينا منه التذاكر. قصدك اللي سرقته منه التذاكر. مين سمح لك تتكلم؟
انا قلت انا اشارك في الحدث. احنا مش اتفقنا ان بعض الضيوف ما نمدش ايدينا ولا نقول كلمه حتى لو جابوا لنا بيتي فور ولا حاجه؟ انا اسف يا بورس. حتى بص الحركه دي ايه ده شكله عامل زي الحقيقي بجد. خالص طبعا. ده الماني ده؟ ده بريتا ايطالي. شكله حلو قوي، جبته منين؟ إيه؟ خدته تخليص حق. طب خد الله يبارك لك فيه. والله ما يرجع. يا جدع امسك فيه ايه؟ ايه يا جدع انت بخيل ولا ايه؟ يا جدع انت في بيتنا ايه؟ فين التذاكر؟ والله العظيم احنا معانا 1000 جنيه كنا هندفعهم لك، وماما عامله جمعيه الشهر الجاي هنقبضها ونجيب فلوس. ايه وجمعيه ايه؟ انا عايز التذاكر. اديهم له. اهم. ايه ده؟ ايه ده؟ فين التذكره الثالثه؟ ايه ده؟ انت قطعت التذكرتين اللي هنروح بيهم الحفله. فين التذكره الثالثه اللي كان عليها الرقم؟ رقم ايه؟ التذاكر. بيقول ايه؟ رقم ايه؟ بيقولوا ايه؟ بقول لك رقم ايه؟ هما مش عارفين انت بتتكلم على رقم ايه. فين التذكره الثالثه؟ ادينا لسواق التاكسي اللي كان معانا. نعم ايوه ادينا له عشان وصلنا. وصلكوا؟ تقطيع عليا يا قاضي عبد الهبل انت وهو. هبله؟ طب الهبله دي بقى جابت ركان. يا نهار اسود انت عملت ايه؟ رشيت في وشه بنج. وبترش على وش بنج ليه؟ هو انا ضعيف؟ يا اخي ده انت انا ميت كمان وكتر. جر انها الخطيئه العام وريهم. يا روس بالشوكولاته تعالي يا فروتك. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا الاسوان والخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. ابو الزعبيب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه مؤاخذه، آه عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سهلا سهلا. زيرو زيرو اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقه؟ الله انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقه وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأه دي؟ كانت منيقه في بقك ده، اوعى كده. خليك معايا بس معلمين. ثانيه واحده ابو دنيا، نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسوره الرئيسيه. منور يا صلوحه، منور يا حمامه. ثانك يو. نورك والله يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فرده؟ 3 حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي 3 فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استفيف، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تؤمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمه واحده ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. احب اللي بات واللي ما باتش. جاي لك يا سفله. صاحبك جريء قوي بس في فئه تفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسنت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. ملناش نصيب بقى نقابله. معلش
استاذ شيبوب معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل اديه لسلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشه بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. اه حلو بقى ده شكله. يلا كمر مش هتكمر. كمر. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بقلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور بكام الحته؟ بثمانية. يعني الثلاثة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود. الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطة والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت كده ما فلوس. شوف جنبك طب هنا. احلى سلام وتحية على الناس الحلوة دي. صالح النجم وعمرو بن الناس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صورة مع زيرو للصورة. وبيبي بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ايه بخيل وزارة؟ ليك عين كمان؟ رد اتبسط قوي. امسك يا معلم عدوه. عيب الدار امان. البنت اللي اسمها ايه؟ سكرتيرنا دي اسمها ايه؟ البنت المستورده دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحة. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا تمام. شوية وهيجي لك الصداع. الوقاية خير من العلاج. تسلم ايدك يا عجزة خانة الرحمة. ابستو. شكلها حلو ولا ايه؟ الله يخرب بيت دماغك يا ممس. الو. ايوه يا ام. ده انا شجره مش هعرف ارد عليكي دلوقتي. هات هذا التليفون ده. لابد اهلا هنا. ومين يا؟ احنا من حال الاشجار والله بيه، مش من هنا وفلوسنا خلصت ومش عارفين. انت ومين يا؟ شجره. انتوا مش العيال بتاعت التذاكر؟ انا شجره ما بتكلمش. ايوه دخلت وانا ازاي؟ تسللنا. سللتوا؟ انت شجره ما بتتكلمش. طب خش جوه معايا بقى. لا تثبته هنا وارمي العرنوس اللي في ايدك ده وتخير جوه كتير. خش لف نفسك. ماشي. امسك يا تليفونك اهو. ايه ده؟ انت مش حرامي؟ حرامي بس بمزاجي مش غصب عني.
انتوا عايزين مني ايه بقى ان شاء الله؟ الصراحه يعني احنا كنا جايين لك عشان ناخد منك تذكره الحفله الثالثه. بعتها؟ بعتها؟ ازاي يا ابني بعتها؟ انت مش كنت هتيجي معانا الحفله يا ابني؟ اه بس اتزنقت في فلوس، بعتها لزبونه. زبونه مين دي ولا راحت فين؟ وانا ايش عرفتني؟ ان شاء الله هعمل لها فيش وتشبيه. المهم انتوا مين اللي دلوكوا على طريق؟ انا وعدته اننا مش هنقول اسم. ما تتكلم يا ميشو سواق توك توك. خير؟ انا ما وعدتش حد بحاجه. ودخلتوا هنا ازاي؟ دخلنا في عربيه الصواريخ. ايه كميه الصواريخ دي؟ انت عندكم فرح ولا اولمبيات العزبه بدات؟ لا اصل النهارده في موسم عيد. عيد ايه؟ عيد حصاد البانجو. بانجو؟ اه اصل احنا بنزرعه هنا في المنطقه والحمد لله النهارده الخير كتير قوي قوي ازيد من السنه اللي فاتت. اه ده احنا بنفكر نصدر. يلا اسكت خالص ولا كلمه ولا نفس. هروح اشوف مين تكون انتوا اتدريتوا في اي حته. ماشي استخبى لك في ازازه. خش جوه. تعال هنا. خش جوه استخبى ترمان. اهلا وسهلا الكل. تعال نشوف. استغم. استغم. هو انت ادي فستق اللي بعت لي التذكره دي؟ انا اسمي بندق مش فستق، ومع ذلك الاثنين مكسرات. دي هديه متواضعه يعني مش قد المقام. الكذاب ما باعش التذكره. هي مين دي؟ لا ابدا، اصل انا بعدي كل يوم يعني من تحت شباكك. وانت بتتجسس عليا يا قد؟ لا لا بتجسس ولا حاجه، ده صدفه والله. بلاقيك لا مؤاخذه يعني معليه الكاسيت. وانت ايه اللي بيعديك من تحت شباكك؟ الرجل الدب مطرح ما تحير. واحنا الدبدبه بتصدعنا. عموما مقبوله. يا سلام على الرضا. بس هتاخد حق التذكره. اخس. دي هديه. تبقى تهديني لما الروس تتساوى. يا رشال. اي. امسك. ما يصحش. امسك. مع السلامه. كام دول؟ انت قاعد يا خداع يا منافق يا كذاب يا غشاش. يا عم كل ده في ايه؟ انت بتضحك عليا يا قاضي، انت ما بتعرفش انا مين ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه؟ هي مين البنت الرقيقه القويه الجميله دي اللي كلكم بتخافوا منها وبتحترموها؟ ايوه اللي التذكره معاها، مين دي؟ البنت اللي معاها التذكره دي تبقى حبيبتي انا، بنت الملك معلم شوقي سفينه. لو تقدروا بقى تاخدوا التذاكر روحوا خدوها. وبعدين احنا لازم نروح نجيب التذكره عشان عليها الرقم. رقم؟ رقم ايه انت يا رقم ايه؟ انا شجره ما بتكلمش. الرقم القومي. هو الرقم القومي بتاعه طويل ما بيحفظوش فبيكتبوه على الحاجات. رقم قومي ايه؟ الموضوع ده مش مريحني. الموضوع ده شكله فين؟ بتقعد هنا قاعد انت وهو ما تتحركش تروح في حته، وانا هروح احتفل مع الرجاله في سوان عيد الحصاد. ها وارجع لكم بقى اشوف الموضوع ده اخرته ايه. ماشي ماشي في المناشي. وانت ماشي كل سنه وانت طيبين. طيب بارك لنا عنا. عيد سعيد ويعود عليكم الجوانات بخير. ما تنساش كحك البانجو بقى. لو سمحت انا عندي مشكله. عمري اصلا انا عيانه وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ ايوه. انا كنت شغال في صحه باب الشعريه. اشتري مني انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا والله؟ يلا يا ابني يلا. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. طب وطي صوتك وطي صوتك. ايه وطي صوتك؟ هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عموري يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله.
تفتكر على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عموره، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا، انا هموت هنا. لا يا حبيبي، انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ هجيب رحله يا حبيبي، خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص ايه ده كله بسبب الحيوان ده؟ قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقول ايه على صوتك؟ انا اترش نهائي. لا لا انا اترش الاول، كنت بسمع تشرش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب، من غير يا جدعان يا جدعان يا جدعان احنا مش كده احنا فين يا عم عمرو بقى مش وقت. اسمك هذا هو مكانك فين؟ بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زبلة يا ابني، خلاص بقول لك حرامية. مالكش دعوة بيا. اسمع شاطر انت وهو اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزة؟ يا ابني بقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده يا ليه يا شبح؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. انت بتصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يلا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصه تانيه، تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هم بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لولا اني عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا الشوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اغص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ مش سامع يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضو ما مفيش بس. خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين خدتكم كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبع الله. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم،
الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح، وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا أكسب. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك بمكانه. يا جماعة أنا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا، ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ماجي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه، انا كده ماليش دور، استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت، ادي اخر فتحه صدرك يا شبع. لعلمك بقى، انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا، وكفايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا اخوان انت وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ما تخلص الزير. يلا ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حريص مدبلي بتعمل هتفضح لمين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب، لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلب نفسي ده كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكة ده في البيت. اسف. انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا. السلام. بابا. وهو عيونه تشبع نوم روح. روح يا نوم من عين حبيبي. روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام، انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره، اخت سعاد حسني؟ طبعا عارفه. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري، اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورع فيهم ب20. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو، معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي.
انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فدية من السفارة. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالة ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنة نفجرها. ايزي ماما استنى بسرعة. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبلة فجرت وداخلة زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهاية سعيدة وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الأول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنة دي تخصني بقى. يا اخي اخرج بقى. ورا ايه صوت الفرقعه دي؟ روحي احنا مالناش دعوه. ها ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ورا ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف وقف بيقع، تقريبا في حد لسه حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتهوا! واللي اسمه عبد الباري ده ما قالكش حاجه قبل ما يموت. سلامتك يا معلم، لا الحقيقه ما قالش. هو زي ما تقول كده بعيد عنك التخاريف بقى بتاعت اللي قبل الموت ديت، قاعد يغني اغاني مايكل جاكسون مش فاهمينها يعني. لا حول الله. شويه وسلم. لا حول الله. لا اله الا الله. معلش لو سمحت يعني من حقنا نشوف التذكره زينا زيكم يعني. لا حقك حق. اقل واجب يعني يا جماعه. انتوا لاغيننا بصراحه. يا عم خلاص. انا محترم الجلابيات اللي واقفه دي. قلنا خلاص خلاص خلاص. ردت حلوه. خير خير، باينه قوي يعني انه رقم تليفون عادي واحنا عمالين نتكلم من الصبح. رد يا زكي. الو مين معايا؟ بيتزا الامور. تاكل ايه؟ سجق بيلق. وانت؟ بيتزا بحليب. وانت؟ ميري تصفر. ميري تصفر. ايه اللي انتوا بتطلبوه ده يا جماعه؟ واحد هات لي 5 بيتزا سي فود لو سمحت. بيتزا اطراف فطير. اخليهم 5 بيتزا اطراف فطير واتنين قشطوطه. العنوان ايه؟ بحر البقر اللي احنا قاعدين فيه ده يابا. بيتزا ايه وبتاع ايه؟ هات يلا بتاع دي، هات التذكره يابا. هات اثبت يا مش رقم تليفون، دول رقمين. يبقى عنده فرعين. اسكت يلا. دي احداثيات. احداثيات؟ احداثيات. ايوه ايوه. يعني انت فاهم حاجه يا اخويا؟ اذا كنت انا مش فاهم. فاهمين يا ناظر يا بنتي؟ ده موقع جغرافي يابا، عنوان. ادرس يا ما تقولي ادرس من الاول. دي نقطه على الخريطه، هبص يابا، شايف؟ اهي. سبحان الله. صحيح يا ولاد. ايه هو الانسان ايه؟
غير نقطة على الخريطة. ايه ده؟ يا ريتني ما بصيت. يا لهوي عليا النعمة بتخرج من بقك رز بلبن يا سيد المعلمين. مين يا ولاد على النقطة؟ نقطة؟ تعال سلمنا ولا يا معلم؟ اللي على الخريطة يا ابني. يعني هنقول له اوبر نقطة على الخريطة؟ اوبر مين؟ لا يودينا. اتفضل يا معلم من بعدك، اتفضل يا هلا وسهلا.